إذا نوى شخص الصيام قبل النوم وفي الصباح أفطر، هل عليه قضاء ذلك اليوم الذي نوى صيامه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إن كان تطوعا فليس عليه قضاء، صائم التطوع بالخيار، إن شاء استمر في صيامه وهو أفضل، وإن شاء أفطر فهو بالخيار. أما صيام الفرض فلا يجوز قطعه، صيام الفرض لا يجوز قطعه إذا دخل فيه وبدأ الصيام وهو فرض وجب عليه إكماله. نعم.